عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. لحلقة الله حلقة 138 تكفل 100 حتى 100 و 37 حلقة 138. لو أسأل عنوان لنايا عمرة القضاء. عمرة القضاء النبي صلى الله عليه وسلم دي بالحديبية حقسمت على العام الجاي إن شاء الله تمضي بيلو كعلو وتفقام علو وهذه عمرة النبي صلى الله عليه وسلم عمرة القضاء. يمين الحديبية عمرة الحديبية هي وداني هدي وحردة فقاطة وأقبلة إلا سنة الليالي هذا عمرة القضاء بالجيش كيف فعلت له عمرة القضاء دي بس سنة لسابعة من هجرية النبي صلى الله عليه وسلم هذا بالاتفاق دبك يسلوح الذي الحديبية وادي على دي بالمدينة المنورة أبا رحمة القفاري من ده حق قلن استخلف 60 من هذه الناس أمنا بهايم التحردة وإلن بهايم إلن ورو من صحابة ناجية بن جند والأسلمي الوداديبة والسلاح رفع عمل مسؤول النبي صلى الله عليه وسلم أصلحات ناس يعني احتياط وحذر وأنقاق نفسه قل الله أنقف من أمر قريش قدر من ودبون دبي لا النبي صلى الله عليه وسلم وكن سليه ودي بالسلاح اللي بشير بن سعد له وكرديبه ومسلو 100 من فروس ناس على 100 فرس على قلو ولا 100 فرس اللي هي يعني فرسان هلو ديبا رأسة وموجهة وقتل بوم العلا محمد بن مسلمة والنبي صلى الله عليه وسلم منذ الحليفة لم يقعد نيس بمدينة وبت جهم لما اتكاين من لا كان الا احرمه ولبى لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك الا ثلاثه البيت ولبى المسلمون معه والاول المسلمين المسلمون لبوا وطوار بعضهم وعسلوا سكما ودي يأجد بطحو وقال لو كذا كنت بطحو لسلاح جوا هاتوا اول سلاح قد راح تقووا لسلحوا من الله العلا وورخ اللي فتح الجدي وأوس بني خولي الأنصاري اللي يقول لحظة دي بو 200 من صحابة على دي ومن صلاحهم دي واحد دي وقول صلاحنا يا ركاب باقوا من الجيش لسيوفهم ودي مسعود دي بقربوا من دوادو والنبي صلى الله عليه وسلم ما كاعتا دي من تجاه ناي قداء أو قداء دي لقول هذا مثلا على طريق على يعني سكر الحجون تفقرت على طريق قداء أو قداء من النبي صلى الله عليه وسلم بالله تا وتودي بنات على نعتو أن القصوى لسبار سميت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم سبيتنا نعتنا النبي صلى الله عليه وسلم سميتا قصوى البول لا قصوى طبعا على ولا مسلمين كلهم سيفهم دنا سو مسلحة وارين وعلو إن كان لا معلو والنبي صلى الله عليه وسلم نبع على وتم نبع على ومسجد الحرام أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بمحجة نايو الحجر الأسود له سالما وطوال طواف أنبتا وطوافهم ودو والنبي صلى الله عليه وسلم تطوف دي براحلة دي بارنا أتعالى والذي هم لدمانهم إلا كلها دو زهرامة علو ودي بصلت سلسلة شوط الأوائل دي بهم نطوفوا دي بعمرة نودو الرمل ود على ورمل يعني خطوات متقاربة سعي يكونين مرة واحد وكمان قياس مرة يكون خطوات متقاربة أكثر من المشي وأقل من الجري والهرولة لخطوات لكم سليون دقيسو شوفوا إن دبيروكم سليلي ولا ديفهم اللي أكتفهم في كورة معلو ودي بالله قلت لك كمان يعني من شعرانا إسلام ومن صحابة الأجلاء عبد الله بن رواحة على وقري أنا شيل دبر على ولو قلت له فيلا وسيفه رافع على عن سيف لنا عند ندرب سيف بسيفه نشأ بيدي بعلا خلوا بني الكفار عن سبيله خلوا فكل الخير في رسوله اليوم نضربكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن نقيره ويظهر الخليل عن خليله لن أبيات لن دب العلا عبد الله بن رواحة ولا مشركين يعني دب راي الذي هو دبر قيقعان لبولو دي بعلا دي بشمال مكة على بتجهلا شمال هلا ولبلا علو وفد ضعيف هزيل حمامنا يسرب أضعف يوم قوات لربهم حيلت لربهم توم يقول لهم كنتم لبلا علو وحقوا ما أقل المسلمين لأدروا لنا يوم وليهم رأوا قواتهم وشكيمتهم واندرسعوا وكفهم كاتفين على وكفحيت أقدام على لكم سرأوا آمروا دي بلهم أشواط الله النبي صلى الله عليه وسلم سحوا بين اليوم للقوام على لكن لا كان في حجر الأسود وحبوكنا اليمان اللي دي بممكن جلا بطجع لك عاد للقوام على لكن تبعد كلها اندلت اند رمل اند ودو اند هرولو للقوام على
النبي صلى الله عليه وسلم حقو خلاص للطواف خلص سكلا سعي جيسا كسعي بين الصفا والمروه ودا لا اشواط ولا سبوح نايا سعي خلص قال اشواط ولا سبوح نايا طواف خلص بعدين لو حر لهدنا يحرد طبعا هذا الدام قال له بدو الحرضيه هلومي هذا حرضه بيننا من قبلك ما قريبه تقيدك بعد لا سنه الله من السنه اللي يعني قاعد تضيع قاعد تندسر لتبدل لي سمعتها إذا تضبوا رب الله بيو أقوى عمرك أقوى عمرك أحرد لبيلا الحرد والحلق أن النبي صلى الله عليه وسلم حرد وأقوها حلقة صلى الله عليه وسلم و المسلمين كم سنة هو دو ثم بعد أقوال النبي صلى الله عليه وسلم حرك سكلة منطقة يأجوج ورسلحهم لعلى وديبا وممكن ثلاث يوم قصة دي بالله كان لا سلم الله عليه أمر الصحابة كان على ودي بكان صلاح لو مع أو عمر طول نص أو النبي صلى الله عليه وسلم تكرم مع قلو لا كان ده بدير الصلاح حد قام دي بعلو وصحابة حد زي 200 نفر تعرف مع قلو دي بقى قبلو كان النبي صلى الله عليه وسلم دي بالله كان لو مع أو النبي صلى الله عليه وسلم دي بمكة دي بالله منطقة الله ثلاث يوم قصة ودي بالله وقت الله ميمونة بنت الحارث الهلالية إقلاها هذا النبي صلى الله عليه وسلم وإلا هي يعني السي سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب علد وخالته تجد ابن عباس حديث أبو دحر رواه إلى صحابي الجليل الأمور والنبي صلى الله عليه وسلم خطبايا وحدايا والعباس ابن عبد المطلب وتتولى الأمور لنايا وإلا وقت اللي هتو حلال على يعني لو وقت اللي هتو يعني خلاص من عمرت حلول على يعني خلوص على ورد عقد قلوب أقوى اعتمره وكل شيء وما كان وقتا فالنبي صلى الله عليه وسلم سبب التمعل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان خلاص عبا شوق نصوح أربع من عقد قصوا وأسف المدينة توجهوا منطقة سلف الأولى ليت سين رأفة إلا دو أربعة حو يعني زي سع ميل قلب إنقبي من مكة المكرمة مسافتة دي بياني سيتو خلاص قلام تقولو زفت إليه أم المؤمنين من غفة بنا بها ودي بكين سيتو أستلاما ومع رحاته أستلاما مع رحاته النبي صلى الله عليه وسلم واسك مدينة فرحان دنتو مسرور دنتو برا بلا فضلي وبرا بلا فيو وبرا بلا رؤيته لترى هذه المدينة بدير قلتيتو من كان أمير من يكرفت ربي اليوم أصحابة رب حقايا قلو صلى الله عليه وسلم يعني هذا وسعيد على وكم سألك مرة بشرفة طواف بيتها بيو ومن مقادير ومن شيء عجيب إلا ما تلقت الدبلة النبي صلى الله عليه وسلم استلمها والدبلة هذا يقول المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية نفس اللي بالله كانت توفيت رضي الله عنها وحق الله النبي صلى الله عليه وسلم من عمرة القضاء كم سنة بلا برضو سرايا لأكا وأشهر لسرايا النبي صلى الله عليه وسلم لأكايا دي باتجاهات متعددة متفرقة دي أيا كانت لا في اليرين كانت ديبا من ناحية لا سرية أو لنا مؤتة علت معركة مؤتة وسرية ذات السلاسل سكلها نبطح دي بلا كله سامة لنا وشوية كما مؤلف لبيري ممكن نقري لمكتوب لها بالدماغ اللي باقينا عمرة القضاء وفي ذي القعدة سنة السبعة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة التي تم الاتفاق عليها في صلح الحديبية في صلح الحديبية واستغلب على المدينة أبا رهم الغفاري وساق معه 60 بدنة وجعل عليها ناجية بن جندب الأسلمي وحمل معه السلاح حذرا من قدر قريش واستعمل عليه بشير بن سعد وكان معه 100 فرس عليها محمد بن مسلمة وأحرم من ذي الحليفة ولبى معه المسلمون وواصل سيره حتى إذا بلغ وادي يأجوج وضع السلاح وخلف عليها أوس بن خولي الأنصاري ب200 من الصحابة وتقدم بسلاح الراكب السيوفي في القرب ودخل مكة من ثنية كداء التي تطلع على الحجون وهو على ناقته القصواء والمسلمون متوشحون السيوف محدقون به يلبي ويلبون حتى دخل المسجد الحرام فاستلم الحجر الأسود بمحجنه ثم طاف وهو على راحلته وطاف معه المسلمون يرملون حول البيت كاشفين مناكبهم اليمنى شأن الفتوة والقوة
وعبد الله بن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم متوحشا بالسيف يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في رسوله، اليوم نضربكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. وكان المشركون جالسين على جبل قيقعان، قيقعان شمال الكعبة، وقد قالوا فيما بينهم: إنه يقدم عليكم وفد قد وهنتهم حمى يثرب. فلما رأوا المسلمين يرملون قالوا: هؤلاء أجلد من كذا وكذا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأولى ليرى المشركين قوتهم، إلا ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، فإنه في الجنوب في جهة لم يكن يراها المشركون. فلما فرغ من الطواف سعى بين الصفا والمروة، بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ثم نحل هديه عند المروة وحلق رأسه. وكذلك فعل المسلمون. ثم بعث رجالا من الصحابة إلى بطن يأجوج ليكونوا على السلاح، ويأتي من بقي هناك من الصحابة فيؤدوا نسكهم. وأقام بمكة ثلاثة أيام، تزوج خلالها ميمونة بنت الحارث الهلالية، وكانت زوجة سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب وخالد بن عباس. فلما بلغتها الخطبة وكان أمرها وكل أمرها إلى العباس، فزوجها العباس النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال، فإنه اعتمر أول ما دخل مكة ثم حل فبقي حلالا. وفي سبيحة اليوم الرابع غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة راجعا إلى المدينة. فلما بلغ صرف على بعد 9 أميال من مكة نزل بها وأقام، وهناك زفت إليه ميمونة رضي الله عنها فبنى بها، ثم عاد إلى المدينة فرحا مسرورا بما حباه الله من تصديق رؤياه، وشرفه بطواف بيته. ومن عجيب قدر الله أن ميمونة رضي الله عنها لما توفيت كانت بصرف فدفنت هناك. وبعد رجوعه صلى الله عليه وسلم من عمرة القضاء أرسل عدة سرايا إلى جهات متعددة، أهمها سرية مؤتة ثم سرية ذات السلاسل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.